لو الحكاية فيها إن فيتو لاعب كرة فريق منافس لفريقك نفسك يلعب في فريقك المفضل. أنا بشجع الزمالك على المستوى المحلي، فنفسي أبو تريكة ومحمد بركات يلعبوا في الزمالك. وعلى المستوى الأوروبي في الريال مثلا أشجع الريال، فنفسي كان ميسي ورونالدينو. بالنسبة للزمالك، أنا فريق الزمالك محليا، فكان نفسي الصراحة اللاعب محترم محمد بركات، وكمان في لاعب مهاري وكويس جدا محمد زيدان. وبالنسبة بقى للعالميا، فكنت كان نفسي ميسي ورونالدينيو وبوفن، لأن أنا ريالي الصراحة يعني. أنا كمشجع أهلاوي أتمنى أحمد الشناوي وجمال حمزة. طب ده محليا، بالنسبة لأوروبيا كمشجع لفريق برشلونة فيدال لاعب بايرن ميونخ وليكو مودريتش. أنا زملكاوي وباخد أبو تريكة ومحمد بركات وائل جمعة، ودلوقتي عبد الله السعيد، غير كده ما فيش أي حد تاني محلي. أوروبيا أنا ريال مدريد، أختار أندريا بيرلو، تاني واحد رونالدينيو، تالت واحد مانويل نوير. محليا الزمالك محمد ابراهيم وايمن حفظ. اوروبيا اكيد كريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين لاعب السيتي.